هاي ازيك؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. انتي مين؟ انا ما بعرفش ارد على السؤال ده. انا اسمي كارو، انا بنت عادية جدا، بحاول على طول احسن من نفسي في كل كورنرز حياتي basically، ليه؟ عشان هدخل في روحانيات شوية، معلش. انت حلو. عشان بحس ان احنا مش بحس، I actually believe انه ربنا كان خلقنا ان احنا نبقى على شكل وصورة معينة، بس بسبب حاجات الانسان العتيق عملها الصورة دي احنا بوظناها. فانا بحس ان انا نفسي اشتغل اني ارجع الكيان ده تاني، I ودي love حاجة that. اتعلمتها يعني من my spiritual mentors عامة، انه هو ده اللي انا محتاجة اعمله. Is that your why؟ هو ده الدرايف بتاعك؟ big time، ده الدرايف بتاعي، وده حتى اللي خلاني اطلع على السوشيال ميديا. يعني انا في الاول السوشيال ميديا was just a tool to promote what I do، وبعدين حسيت انه لا، انا مش عايزه اتكلم على السوشيال ميديا بس about styling، ويعني مش حاسه انه عايزه اقف هنا. فهو ده اللي انا حسيت ان انا نفسي اشير مع الناس اللي انا بعمله to develop myself in all corners of life. And I share my experience, I share my failures, Yes. I share my success. Was sharing always easy? أنا بالنسبة لي I'm an extrovert، بطلع يعني مش عارفة يعني it was easy بصراحة. يعني مفيش حاجة قوي بتوقفني ان انا احس انا مش عايزة اشير ده ليه، لا. يعني ممكن هقولك ممكن في ايه was difficult. لما I decided to share my skin issue اللي هو الميلازما with everyone، اللي هي اصلا اكتشفت ان الناس كتير جدا بتعاني منها، وانا كمان بقيت اشوفها على يعني على ناس كتير علشان انا حصلت لي. قبل كده ما كنتش بشوفها اصلا، لانه ايوه وبعدين الناس بقى who approached me حسيت اللي هو فبس كان صعب عليا الخطوة في الأول، عشان طبعا self confidence كان بيتهز قوي من الحتة دي. وانا قلت طز يعني we're not perfect، let's share it and help others if I can، يعني why not. I love that. We're not perfect. وصلت لها بعد قد ايه؟ هقول لك ليه. Because من غير ما اقصد I hold myself، في شخصيات كده I guess I hold myself ل level معين من من الكمال. يعني دايما بحس انه عايزه كل حاجه تبقى مظبوطه، ودايما بسعى لده لدرجه انه خدني وقت ان انا اقول هنعكش الحاجه واسيبها كده. بصي انا هقولك حاجه بصراحه، we're not perfect دي انا كلمه بحاول اتعلمها، انا لسه ما وصلتش للحته دي، ان انا لان انا I'm a perfectionist كل حاجه. يعني حتى مثلا هقولك اكزامبل عبيط، بس امبارح مثلا كان عندي عزومه لاهلي وحمايا وحماتي وكده، وقبل ما انام عايزه اظبط كل حاجه، وانا اصلا محتاجه اصحى بدري عشان ابتدي يومي، بس قاعده بقول لنفسي خلاص يعني. بس في الاخر حاولت اعمل حاجات اللي انا لازم اعملها، بس I'm a perfectionist for sure في بيتي، فيا انا، في حياتي I am a perfectionist. بس بحاول اتعلم ده، لان في مره therapist قالت لي، كنت باخد معاها sessions، قالت لي perfectionism might make you win everything but lose yourself. فدي انا كلمه كده تقعد don't lose yourself. بالظبط. مش ناقصه. بالظبط. فانا الكلمه دي يعني فيها صدى جامد قوي معايا. يعني I love it. I love it. معناه ايه ان انت تكوني مبدعه؟ وهل شايفه نفسك مبدعه؟ شايفه نفسي مبدعه بس مش في كل الاوقات. بحس الابداع ده محتاج يجي، او يعني مش بيبقى نتيجه لان الواحد بيبقى inspired او
بيبقى بيغذي روحه بطريقة معينة بحاجات معينة بيشوفها أو بيعملها أو activity صغيرة إن شاء الله، حتى walking around مثلا a nice district أو كده. فآه شايفة نفسي مبدعة، بس again مش في كل الأوقات. ايه ممكن يكون الحاجة اللي بتوقف الإحساس بتاع الإبداع ده؟ أنا بالنسبة لي stress of life، يعني مثلا في ناس كتير قوي بتفتكر مثلا I'm a personal stylist، فإن أنا ألبس حاجة لذيذة فيها فكرة دي حاجة سهلة قوي بالنسبة لي. لا يعني أنا امبارح برضو بعد يوم طويل جدا بحضر شنطتي علشان أخدها الجيم معايا وكده، فلازم أحضر كل حاجة. من كتر الستريس مش عارفة، يعني مخي مش صافي. وبالنسبة لي أنا إبداع يعني creating something out of nothing، يعني حاجة ما تبقاش مثلا ما تبقاش حلوة بس من اللي معايا أخليها حلوة in a way. I يعني love مش that. لازم مش لازم اجيب حاجة تحفة علشان ابدع، لا انا ممكن اخد ايه اللي موجود ايه اللي متاح واطلع منه حاجة. بصراحة ساعات بحس ان ده فيه ابداع اكتر كتير قوي، يعني انه تعملي عن ان انت تجيبي حاجة حلوة، حاجة اوريدي حلوة. بحس انه بس ده انا، يعني بحس انه الترانسفورميشن اوف حاجة ما كانتش حلوة وبقت حلوة، بحس ان ده بيبقى فيه باور جامد قوي، يعني الشخص اللي بيعرف يعمل ده. يس. يعني ممكن حاجة مش حلوة أو حاجة عادية يس أو حاجة ما فيهاش فكرة فأنت تخلقي لها فكرة، بالظبط. حاجة مش موجودة أصلاً فأنت تعمليها out of create، عارفة؟ يعني يس ده بالنسبة لي is طيب creation. انا هخش لك بقى في حتة بروفيشنال. عايز اعرف الفرق ما بين الستايل والفاشن من وجهة نظرك. من وجهة نظري بصي، في كوت بتتقال كتير قوي، style is what you do with fashion. بس انا بالنسبه لي كمان اللي حابه يعني elaborate فيها هي انه بالنسبه لي style does not die. يعني if you have a certain style it can last with you forever. مش لازم fashion is كلمه fashion على طول بتفكرني بمثلا trends معينه او حاجه هتيجي وتروح او كده. ده مش معناه ان انا مش I don't like fashion، لانه again style is done through يعني with fashion at the Yes. end of the day. بس ما بحبش اجري ورا الفاشن وبس، يعني بحب قوي ابقى في حاجات I just own it and I love it and it reflects who I am. ودي انا بحسها كتير قوي في مثلا اشوف صور زمان وانا لابسه حاجه معينه فحس ايه ده انا ممكن البس الحاجه دي دلوقتي تاني. اي فاهم في طبعا مرات بشوف صور بحس لا ايه انت اللي انا ازاي عامله عملتي ده. كده، يعني ازاي عملتي كده، وده these are moments يعني. بس تسعينات ولا ايه؟ تسعينات والفينات برضو، مثلا 2005 كان في برضو كان فيهم حاجات فيزز. عجيبه يعني فعلا عجيبه يعني. بتخض بس بنبسط قوي لما اطلع مثلا فستان literally بقاله 15 سنه البسه وانبسط بيه، والناس ايه ده جبتيه منين، وانا بقى عندي مشكله على السوشيال ميديا في الموضوع ده. انا بحب قوي اساعد الناس واقول لهم انا جبت حاجه منين عشان لو عجباهم يروحوا يجيبوها، بس حاجات مرات تبقى بجد قديمه فبتضايق بس بنبسط في نفس الوقت. بحسها حاجه برضو educational ان انا بعلم الناس it's not always about going and getting new pieces. انا I love this عشان يعني طبعا من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لي في value system بتاعي هو sustainability. yes sustainability مش بس يعني اتحصرت sustainability في البيئه ال environment والاوزون يعني من ناحيه جيولوجيه بحته، يعني صح مع ان sustainability لا هي بالعكس هي تحسيها في عاداتنا، يعني هي شخص ممكن التشالنج اصلا بحسه في الكونسومشن بتاع البني ادم في بالظبط كل حاجه. بالظبط. احنا we consume like crazy يس في كل حاجه، في اكل، في حاجات بنجيبها بنستخدمها للبيت، في لبس، في كل فرنتشر، حاجة في كل حاجه literally احنا excessive. يعني فهنا consumers we are consumers yes. literally يعني. انا بحس بقى كلمة sustainability هي عكس كلمة consumerism بالنسبة لي، ان انا ازاي اجيب حاجات in واقدر a زي ما way بتقولي ازاي yes اجيب حاجات واقدر ان انا اديها روح فوق الروح فوق الروح، عن ان انا انزل اجيب عشان ان انا انزل اجيب جديد. ازاي اقدر ان انا اعمل حاجة ده doubles، يعني اجان لو بتكلم على ستايل مثلا ان حاجة هلبسها بالطريقة دي بالطريقة دي بالطريقة دي. فدايما بفكر في sustainability في كل حاجة يعني. صح فبحس برضو انه لما الواحد يكون عنده ستايل بتاعه it's easier،
عشان بتبقي already خلاص انتي kind of developed established كده، اللي هو انت عارفة. بس ده طبعا برضو علشان ما كنش بقول كلام حلو وخلاص، بس definitely انا بنزل وبشتري وكده، بس انا ما بحسش بالأرج ان انا محتاجة اشتري كتير. يعني بنزل علشان مثلا اريفامب مثلا one piece ب another new piece، واحط I another love مثلا that. not very old piece مع بعض. I love this philosophy actually. انا فبس انا ما بحسش بأرج انا لازم انزل اشتري. انا لا No, أنا يعني ما عند I have nothing to wear. والدولاب يبقى مليان و I have nothing to wear. ما يعني دي كلمة كتير قوي بنقولها، وحتى انا يعني حتى ده شغلي انا بقع فيها كتير، يعني اللي هو ما عنديش لبس خروج مثلا كتير او كده. بس لا، لو الواحد تعب عينه شوية وبص وفكر وحاول يكريت، لا هيلاقي حاجات كتير قوي 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 يعني. I love that. طيب هخش في حتة عن البودي ايمج. احنا في يعني على مر على مر انا دلوقتي 40 for the past 20 ايه ده، انت 25 مش years باينة 40 خالص and yeah خالص thank you. خالص. كفاية يمكن عشان كده I'm saying it proudly، او يمكن 40 اصلا اتغير شكلها الله اعلم. قعدت كتير جدا بحاول ان انا اتقبل نفسي زي ما انا، ولسه لسه I'm still working on that. بحس ان احنا متبرمجين ان beauty is thin. هل beauty is في thinness؟ يعني هل لا البنت لازم طبعا، تبقى رفيعة عشان يبقى شكلها حلو؟ لا طبعا. بس اللي انا برضو حابة اقوله وممكن اتهاجم فيه جدا، ان احنا برضو مرات بنبروموت العكس تماما بطريقة انه كأننا بنبروموت اللي هو ما تاخديش بالك من صحتك، ما فاهمة قصدي؟ انا حاسة ان في thin line في الحتة دي. يعني في ناس بحس ان هي زي اخدت الفكرة دي to let go. to let go. فانا انا ضد ده حتى مع نفسي. يعني كتير قوي بقعد اقول اتقبلي نفسك مش عارف ايه، بس انا في الاخر اللي I don't feel well. فانا بالنسبه لي beauty is feeling good in your own skin، بس مش بالستيتمنت اللي احنا عارفينها. I mean feeling good as really feeling good، اللي هو خفيفه، عارفه اعمل activities بتاعت اليوم من غير ما ابقى حاسه تقيله او تعبانه او عندي صداع او جسمي مش شايلني كويس. I فمش love that. feeling good اللي هو انا كذا فا اوكي I'm good. لا، هي انا بحس ان في ناس بتاخدها كده، فيلا بقى ناكل جانك فود في فرق. انا بحس كده. فانا بالنسبه لي when do I feel beautiful؟ I feel beautiful when I feel good. بس from the Physically. inside out. From the inside out. يعني مثلا لم يعني حاجة تستغربيها قوي، أنا مثلا عندي some digestive issues. لما بلات جو في الأكل مثلا لمدة أسبوع وبطني تبقى وجعاني جدا، I don't feel beautiful. مش عارفة، بحس إن أنا حاسة إن أنا محتاجة أحس إن الفلو ماشي فاهمة جدا. وخفيفة ومفيش حاجة بتوقفني في يومي عشان حاجة أنا عملتها and so on. فاهمة جدا جدا جدا. I love that. فعشان كده I love to work on myself to feel good whatever that is، بقى من بره من جوه. بس أنا mainly بحسها من جوه أكتر من بره، لأن اللي جوه بيرفلكت على اللي بره في كل حاجة، كل حاجة even your skin. يعني اللي صح جوه بيرفلكت على اللي بره. صح جدا. انتي عارفة انا كان for the longest time كنت بقيس نفسي طبعا بالميزان which انا قطعته من زمان، وبقيت اقيس نفسي بالهدوم انه what Yes. fits and what doesn't fit and when something doesn't fit ابتدي بقى ايه عارفة اللي هو all hell breaks loose، يعني اللي هو الدنيا بقى باظت، لحد ما غيرت المايند سيت في الحتة دي او بشتغل عليها ان انا اشتغل على اللي انتي بتقوليه ده بالظبط، انه لا انا هشوف انا حاسه ايه جوه جسمي وهو ده اللي هيبقى الميزان بتاعي. هل حاسه ان انا عندي طاقه؟ هل حاسه ان انا مبسوطه؟ Do I feel beautiful؟ Do I feel comfortable؟ Yes. فاهمه؟ Do I feel ان انا what I'm wearing is expressing اللي انا حاساه فعلا؟ بالظبط. فاهمه قصدي؟ و still work in progress، بس حاسه عارفه لما تحسي انه
ايوه مسكتي مسكتها الحته اللي انت عايزه تكملي بيها بالظبط. وهو ده this is beauty for me. Yes, I love that. Feeling that from the inside out. I love that. طيب السيجمنت اللي جاي ده اللي هو بتاع الكلمات. الكلمات دي ده كان actually احدى ده الكور بتاع البودكاست ده او الشو ده، انه في كلمات كتير قوي على مر الوقت بنبقى حافظينها مش فاهمينها، مش فاهمين جت منين، وبت kind of بتحصرنا جامد جدا في الكلمه دي. فالجزء من الميشن بتاعتي اني ابريك الكلمات دي. اوكي. وتتكسر ازاي؟ انه كل واحد يقول معناها لنفسه. يعني انا مثلا اول كلمه ليكي هي بالانس، الاتزان، معناه ايه بالنسبه لك؟ What does it mean to be balanced؟ بالنسبه لي بالانس يعني مش عارفه لو هتفهميني. لما هي بالنسبه لي حاجتين، بس اول حاجه في الحته اللي هي feeling balanced from the inside، بحس this happens when you start your healing journey، your inner healing journey. لما ده بيحصل بتبقي حاطه كل المشاكل كده قدامك اللي حصلت لك في حياتك، او حاجات عندك انت كمشكله انت عارفاها، وبتحاولي تفصصيها and you just accept it وتبقي conscious about it وكده. ف when you do that هتلاقي نفسك متزنه، يعني ما بتعمليش افعال ردود افعال عشان في مشكله زمان عملت لك ده. فانت طبعا بتعملي لا بتبقي conscious، بتبقي فاهمه، مش عامله كده، لا بتبقي كده اكتر، فبتبقي more balanced، ف you feel more balanced. You feel more at peace with what happened in the past. You feel more balanced from the inside. فانا دي بالنسبه لي اول حاجه لو انا بتكلم على balance as me feeling balanced. بس balance in life انا بحس انه، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، يعني ما كنت بشتغل في corporate balance ambassador literally، وكانوا بيتعصبوا مني جدا، بس دي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا، انه البرايورتيز في حياتي تبقى واخده حقها ايكولي. بس again ودي حاجه انا اتعلمتها، مش تبقى واخده حقها ايكولي all the time. No way. في phases، يعني مثلا انا مثلا ممكن اقول الاسبوع ده انا عارفه ان الشغل هيجي اكتر على عيلتي او اصحابي او على البيت. However I try to، ودي حاجه مثلا انا بعملها عشان ناس كتير بتقولي انت ليه بتطبخي يوم الحد لكل الاسبوع؟ عشان I know ان انا I cannot do it every day، عشان there are other things that I need to take care of. ف this is how I keep my balance. ففي مرات بدوس على نفسي قوي في ايام معينه، بس في ايام تانيه it flows. وببقى conscious و accepting انه الاسبوع ده will be more this، الاسبوع ده will be more this. في اسابيع بتيجي بحس انه الله ايه ده، يعني everything is balanced، شفت عيلتي وشفت اصحابي وانا ونادر we're sitting together every day مثلا for an hour or two، وشغلي تمام بس ده مش دايما. بس انا على طول حاطه البرايورتيز كده قدام عينيا، والباقي الحاجات بقى تدخل تطلع مش مشكله. I love that. I love that. تاخدي ستار على الاجابه دي. برافو. طيب ايه النجاح بالنسبه لك؟ انك تبقي ناجحه. بصراحه النجاح بالنسبه لي ايه؟ ان انا ابقى حاسه بسلام. ده بالنسبه لي النجاح ذا التيميت. ازاي ممكن يجي تفتكري؟ فور شور اني ابقى حاطه ربنا في الوسط وكل حاجه بعدين، يعني لانه هو اللي بيخليكي to accept whatever is going on في الحاجات دي، فبتبقي حاسه بسلام. يعني وانا بالنسبه لي هو ده النجاح. يعني انا كتير قوي مثلا مشيت من شغل معين او ما عملتش حاجه معينه عشان كنت عارفه ان انا هخسر السلام ده. مش معناها ان انا واصله يعني للسلام اللي مش قصدي كده، بس قصدي انه اي حاجه احس ان هي هتاخد من البيس ده ببعد قوي منها. ببعد وبعدت في حاجات كتير. يعني بقول لك بعدت مثلا شغل
كان ناس تقولي انت كنت ممكن تعملي في ده مش عارف ايه، دلوقتي حتى ناس تقولي you can build an empire of no. لا لا، empire مين؟ انا عايزه سلام، I'm good like this، I'm happy with this. في علاقات دوست على قلبي كتير علشان عايزه سلام. بيوتيفول. طيب حاجة احنا كنا اتكلمنا عليها على a common friend بتاعنا، هقول اسمه. على فكرة ال recreation، ان انتي one of the words اللي كنت كاتبهم لك هي recreation، اللي Yes. هو ان الواحد دايما يبقى مش بينمي في نفسه بس بيرج، يعني مش شايف ان هو حاجة ثابتة قوي، يعني فاهمة قصدي؟ هو انا فور شور مش حاجه ثابته خالص. اه عشان بعمل حاجات كتير قوي في حياتي، يعني اوكي مثلا ناس كتير قوي تيجي هو انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا ايوه بحب يبقى في كذا حاجه، لان انا بحس البني ادم صح. متكون من كذا حته، يعني مش من حاجه واحده بس. فاحب اعمل يعني ستايلينج، براند ستوري تيلينج، هيلث اند بيوتي، يعني انا بحس ان انا متشكله في الحاجات دي يعني. بتحسي ان انت من جواكي بتتغيري ده لما تبقي بتعمليها؟ لا ده فور شور يا قصدك. وانا بكرييت لا، انتي بتبقي ريكرييتد، يعني في اوقات تحسي ان انتي تبقي شخص وبعدين بعد حاجة معينة تحولتي لشخص تاني. لا ده فور شور. انا اصلا على مدار حياتي بحس ان انا I evolved and I want to keep evolving. ما هي this is my mission of life، ان انا احاول اتحسن، اقع، اتعلم، اتحسن. يعني انا بحس ان انا مش في صراع، بس كاني literally في ميشن، اللي هو بقف واشوف عملت ايه غلط او كده واحاول احسنه. يعني بحب كده، بحب الايجو بقى هوايه بالنسبه لي. فاهمه فاهمه، واي ريليت طبعا. يس الايجو بيعمل ايه معاكي في اللحظات دي؟ بيكوز الايجو من الحاجات اللي عايز يبقى، يعني انا الايجو بتاعي عايز يبقى ديفايند، عايز يبقى ده شكلي وده كلامي، وبيستريح لما بيبقى في ديفينيشن كده معين. فهاو دو يو تاكل ذس، هو او هاو دو يو ديفاين انا اصلا بحس الايجو؟ ان انا في ديفينيشن معين بالذات ليتلي، يعني عارفه كده هيتنج ماي 30s، عارفه بتحس ان انت اخدتي شكل معين in a way. الايجو الايجو ده يعني مصيبه بالنسبه لي انا، يعني اللي هو بحب على طول ادرس اللي هو اسكت، مالكش اهدى دعوه انت، شوية اهدى شوية، ايه رأيك؟ مالكش دعوة انت اصل. يعني دي حاجة صعبة، بس احنا متكونين من، يعني هيبقى في ايجو، هيبقى في ايجو، بس it's how you handle this بقى. I love it. طيب كلميني على الفامينينيتي، الأنوثة معناها ايه بالنسبة لك؟ انا بالنسبة لي الانوثة، ممكن اقول كلام الناس تحس اللي هو اشمعنى يعني، بس انا بالنسبة لي الانوثة is sacrifice, tenderness, kindness. ان الواحد ما يحاولش يبقى في رول مش بتاعه، لان انا بحس ان احنا مندرجين قوي ورا الحتة دي، فان الواحد يعني ما ياخدش رولز مش بتاعته. يعني طب ايه الماسكلينيتي؟ عجبني قوي ليه سألتك، عشان عجبني قوي ان انت حطيتي كاركترستكس كده، فانا عجبني قوي ازاي كسرتي فامينينيتي بكاركترستكس معينة، فعايزاكي تكسري لي الماسكلينيتي برضو بنفس الكاركترستكس. ايه في رأيك يعني، او في فكرك؟ safety, balance. تاني انا بقول الحاجات اللي نادر بيحسسني بيها. safety, balance, fun. I love that. God bless. thank you. Faith. faith بالنسبة لي انه يبقى عندي ايمان جامد جدا انه اي حاجة هتحصل في حياتي علشان انا مسلمة حياتي لربنا is for the good. ده ايماني بصراحة. وعلى طول بقى، يعني انا فاكرة كويس قوي وانا عندي 21 سنة، اهلي كانوا جايبين لي اول ابل لابتوب، وكان بالنسبة لي يعني الحياة، مش بس علشان الجادجت نفسه، علشان اللي جواه وكل حاجة، يعني كل حاجتي يعني. وسبته مرة فوق العربية قبل ما نسافر، وسافرنا واللابتوب ده راح. اول لما جمعت في لما جمعت انه ده اللي حصل، عيطت، وبعدين ابتديت اضحك، ودي مش شخصيتي خالص، لان انا بحب قوي حاجتي وكده.
فقلت اكيد في حاجه حلوه من ده، سواء بقى لسن عارفه على طول بحاول يعني بحاول ارجع ل تلاقي الميننج. يعني مثلا امبارح جايه بجيب مج، رحت كسرت مج بحبه جدا صغير عارفه، فحسيت له ايه متضايقه كده قوي يعني، بعدين حسيت له لا maybe this is a lesson that you need to let go of الحاجات دي I love that. عارفه اللي هو just to I reflect يعني من حاجات عبيطه قوي بتحصل في الحياه لحاجات كبيره قوي بتحصل في الحياه، اكيد في حاجه حلوه اكيد في حاجه في مغزى لها معنى. I love that. I love that. يعني أنا من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا في حياتي إن أنا يبقى there's a إن أنا أعمل I make sense من الأوجاع. يعني إن هو الحياة دايما بتدي pain، يعني بتدي خلاص في struggles وفي pains، for بس sure. for me it's very important to جزء من تنمية نفسي، يعني إن أنا أقدر أشوف المعنى behind المعنى، يعني إنه يعني JDV ده المعنى behind تعبي. Yes. فاهمة قصدي؟ اللي هو Yes. لا انا عايزه مش بس انه يبقى I want things to be purposeful. فاهمه قصدي؟ بالضبط. يعني دايما بحس ان وده انا بيدي سلام again يعني yes في الآخر. absolutely. طب ايه purpose؟ Purpose. Purpose is بالنسبة لي working for something higher than me. And if you ask me what's my purpose, زي ما كنت بقول ان انا on a mission to evolve to better myself and share this with others. بحب قوي ما اعرفش بحب قوي اشير it with others. I was just telling this to my friend النهارده الصبح، مش عارف بتقول لي ايه يعني حاجه، فقلت لها لا انا حاسه ان my mission isn't تقولي كده بالظبط to learn and share and learn and share and learn and share، يعني بالظبط ان هو ده بحب ما اعرفش انا بشوف ليها معنى في الحياة يعني، ومش دايما برضو نشير our success stories برضو، لان اهم من كده انه you share the journey you share the thoughts عشان تفتحي لناس تانية بس كده. افكارها، بس هم they take the decision يعني مش ان انا اقول لهم لا خالص، مفيش بس just to عارفة انا كمان بحب كده، بحب حد يجي shake my thoughts كده ويسيبني بقى بالظبط. انا بقى. هو حاجة من الحاجات اللي اكتشفتها actually doing what I'm doing انه يعني في ناس تكره ده، هم عايزين حد يقول لهم يعملوا ايه. ما انا لا فاهمة انا ما قصدي؟ احبش حد يقول لي اعمل ايه. ابدا ابدا. لا يعني انا قصدي ما اعرفش ما اقدرش، مش بعرف. يعني بحس انه لا يعني في حاجات لازم تيجي من جواكي، فاهمة؟ لازم الواحد يبقى وابقى مستعد. حساها واصلا يعني انا حياتي غير حياتك يعني تجربتي غير تجربتك، او صح. التكويني غير تكوينك. everyone is different. فاهمة؟ يعني دايما بحس انه لا هو احنا كل واحد مختلف جدا، ان انا يبقى عندي واحد اتنين تلاتة one size fits all، لا بالظبط ما فيش ده. بس في الاوبشن انه نقعد ونتكلم ونفتح لبعض، فاهمة؟ بالظبط نفتح لبعض conversation، حد تالت يسمع conversation ينور له حاجة. I feel this is او مثلا ياخد الفكرة and he digs deeper لوحده بيها بالظبط. وهو بقى يوصل للconclusion بتاعه. طيب انا هسألك الكلمة دي، بس انا عارفة ان انتي جاوبتي عليها within الكلام، بس هسألها لك تاني دايركت. بيوتي، ايه الجمال بالنسبة لك؟ بصراحة انا لما يعني لما بقول لحد you're beautiful I mean it انه من جوه، فانا بالنسبة لي اكتر حاجة بحبها لما حد يكون بحاسس بالشخص اللي قدامه، وده ساعتها بقول الكومبلمنت اللي هو you're beautiful يعني ممكن لما حد مثلا شكله حلو ممكن اقول you look pretty gorgeous كده، بس لما بقول beautiful انا قصدي من جوه، ف whatever that is بقى يعني في حاجات حلوة من جوه كتير ممكن تحصل يعني. طيب آخر كلمة ودايما بختم بيها في جوا دي فيفر، what is love for you؟ ايه هو الحب بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي الحب هو sacrifice يعني، الحب بالنسبة لي هو إن حد ما يفكرش في نفسه ويفكر في غيره قبليه في كل حاجة بقى، ودي صعبة جدا عشان احنا بني ادمين انانيين عامة يعني، وصعب يعني في حاجات من حاجات العبيطة بقى يعني الحاجات العبيطة للحاجات الكبيرة يعني، تديني حتة الكيكة اللي اكبر من الحتة بتاعتي بجد. انا ممكن برضو انا بقول sacrifice عشان هي دي اللغة اللي اهلي حبونا بيها، they sacrificed for us يعني فعلا ما كانوش بيفكروا في نفسهم خالص. unconditional love. yes
in a way. بما اننا هنا و is there anything you feel you want to say more؟ دي محتاجة تفكير دي يا يارا. لا يعني قصدي لو في حاجة عايزة تقوليها هتبقى top of mind. مش عارفة ليه حاسة ان انا عايزة اسألك على ال hopes and dreams. مش عارفة ليه like what are your hopes. حاسة ان انتي I have a feeling كده ان انتي على بداية حاجة. I don't know why. So what are your hopes and dreams؟ My hopes هو ان انا اعرف او ده يحصل يعني to build a family and being there for them وافضل اعمل حاجة انا بحب اعملها يعني وما اقصرش بقى مع عيلتي في ده يعني انا بتهيالي يعني هبقى سعيدة جدا لما ده يحصل اللي هو I have my small family وبعمل حاجة بحبها بس برضو I'm there for them فبرضو يجي حتة البالانس لان يعني انا كتير قوي بحب قوي فكرة يعني ان انا يبقى عندي عيلة والامومة وكل ده بس بخاف قوي ان انا ما اعرفش اوفق ما بين الحاجات عامة بس I know again انه balance means ان ممكن في اوقات ما ركزش خالص في اللي انا بحبه ده هيحصل I know وبعدين things come into place والبالانس هيجي تاني وكده ف my dreams مش عارفه ليه نفسي قوي في يوم من الايام اعمل حاجه for a good cause يعني like مش عايزه اسميها entity بس and maybe an entity for a good cause وحاسه ان هي حاجه هتفولفلني قوي ان شاء الله. نورتيني بنورك. لا بجد يعني beautiful. You are beautiful. Thank you. Thank you, Yara. You are too.